يقول السائل: كثير من الجماعات الإسلامية اليوم تدعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة، فما صحة دعواهم هذه؟ الحمد لله، نحن نحب أنهم يكونون على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما نريده وما ندعو إليه. لكن من ادعى أنه على منهج أهل السنة والجماعة نعرض مذهبه على الكتاب والسنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، فإن وافق فهو صادق وهو أخونا، وإن كان مخالفا فدعواه لا تنفعه. الدين ما هو بدعاوى، الدين حقيقة ما هو بدعاوى. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم.